جانا واحد صديقي شو الاسم الكريم؟ انا اسمي خاصي فرمان رشيد شايشي شايشي ابوي صديق شاول وصالحهم وصالحه الجماعة هذولا ان 24 ساعة كانوا سكرانين يشربون ويروحون يجي سوا شايشي يعني كان عندك مطعم؟ شاي خانة ابوي عنده شاي خانة شو الاسم شاي خانة؟ فرمان شايشي هذاك الوقت ما كان اسمه يكتب الشسمة على العنوان موكو احكي على اليهود اللي بتعرفه فرمان شايشي كل ايام السبت الشيخانة مالنا كان هوني والمحلة مالكم هوني كان يجون عندنا يوم السبت عطلة مالتهم كان يجون يلعبون دي ساعة 10-11 بالليل وهذا أيام زمان والبقية الأيام كان كل حاجة شغل اللي حايك يسوي حياكة واللي يطلع الزرع واللي يقص خشب واللي يطلع النجارة واللي هذا واحد إيه هنا واحد هون اسمه إبراهيم أبو بيجم يكبي إبراهيم البيري واحد جاء واحد اسمه إبراهيم إبراهيم إيش؟ أنا ما أتذكر. أوكي. جاء زورخانتي جاب زاكو خلدناهم بيدو وانطانوا لهذا اليهودي ويدور عليه الموقف طلعوا من جهره الله وكيل بديه حتى كل من كتن إبراهيم ترهقون أبدا كنا يزبيني أبديني يا دكانة سلموني بلو فضل نبات بيجم هذا تاريخ من ربوحة كثير بيجم مردخ ميرو زاكن تعرف واي احكي شوي والله أنا يعني مردخ ميرو أخوته كان عنده أخ أسرة وعنده وكان عنده أخ من الأخ صالح قتلوه وأنا ما أعرف أيوة أنا ما أعرف أبوي صالح على اسم أنا ما أعرف بس أنا هذا الصديق جاني صديق من أمريكا هو كان دكتور قال أنا أختي ظلت هنا ونحن رحنا خليناها كانت صغيرة وحدة أخذها هنا بالقرية في إطار بعرفه ويدور عليه ما هو طبيب بس مش طبيب مؤرخ بعرفه صغير شوي شوية صغير كيف شفته بندق جمال رحنا شفته في أربيل أنا تعرف إيش كان عندنا إحنا كان أنا كان عندي كتاب اي واحد يهودي يسرق الجنسيه ماله عندي تصوير ماله الكتاب ماله مال الشرطه مال المركز ضيعتوها راح وين بيت مردخ ميرو وينه محل اليهود وين ما بتعرف ما بتذكر لا. مين اصحابك اليهود اللي كانوا بدك تسلم عليهم طلاب مدرسه كانوا مين اسم ما اتذكر سليم ولد سليم كان واحد اسمه صبحي كان يجي كنا بالمدرسة نلعب نجي نطلع من المدرسة ما نشوفهم ما يطلعون هون من يجون يروحون للبيت ما يخلون يجون هون يركضون وراهم وما ينهزمون والحقيقة يعني احنا من كان يهود هون احنا مرتاحين كنا حيل عائلة حيل قريبة متقاربين يعني احسن من اليهود من المسيحيين والاسلام اليهودية كانوا اقرب علينا وما هذا الكتاب احنا الاكل مال كان حلال علينا ابوي كان سلاح قصاب شاول قصاب كان هوني يهودي كان شاول قصاب يذبح أبوي يقول الذبح ماله كان حلال أحسن من عندنا ليش ما يكسر رقبة ماله السكين ماله يجي من القدس بس يسوي هالشكل هو من حاله يموت على كيف احنا هسا عشان من نذبح نكسر الرقبة ماله هذا كان هالشكل الله يخلي لياك انتين ضعفي انتك شكرا حبيبي عليك الله يطول عمرك انا بيتنا كان قريب من بيت عبد الكريم آغا هذا كان آغا ماركم معلوم آغا ماركم مال اليهود أي واحد عنده مشكلة يجي علينا نحن ولد صغار نحن نروح بيت عبد الكريم آغا
كان بيعطي رعاية لليهود. وإنسان طيب وخير وما يخلي واحد يقرب عليهم. واليهود هين هذا مكتوب دائما واليهود هين بزاكو كل واحد رايح على واحد اغا او شيخ او بك يحمينه. يحمينه يعني لازم كان هالشكل يعني كان ناخذ بك البدون قطوة انت عدوين وانتنا خوزن بك وصوة يدي وصوة. مبارك الله بيك. الله يخليك. خسر أمسانك. الله يخليك. ممنون.